مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من كلام في الميديا. من امبارح بقى للنهاردة كان في طبعا أحداث مهمة جدا، أولها قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ونتحدث فيه إن النادي الأهلي إن شاء الله هيواجه فريق هورايا الغيني أو هورايا كوناكري. طبعا الاسم اللي معروف بيه الفريق والصحيح هو هورايا كوناكري، واللي متسجل بيه الفريق في الاتحاد الأفريقي وعلى الموقع الرسمي للفريق. مباراة الذهاب إن شاء الله هتكون في غينيا يوم 14 سبتمبر الجاري، ومباراة العودة فهتكون يوم 22 سبتمبر في القاهرة. النادي الأهلي إن شاء الله لما يعدي دور الثمانية هيقابل اللي هيفوز من مواجهة الوداد المغربي ووفاق سطيف الجزائري، وإن شاء الله تكون مباراة الذهاب في مصر، والإياب هتكون إما في الجزائر أو في المغرب. إن شاء الله النادي الأهلي أكيد هيواصل مشوار التألق الأفريقي وهيفوز بالأميرة الأفريقية، وهنرجع للبطولة الأغلى، البطولة المفضلة لنا، وهي كأس العالم للأندية. طبعا بمناسبه بقى كاس العالم للانديه، اجرى الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا قرعه بطوله كاس العالم للانديه 2018 النهارده يوم الثلاث في مدينه زيورخ السويسريه، واللي هتستضيفها دوله الامارات شهر ديسمبر. افتتاح البطوله هيكون ان شاء الله يوم 12 ديسمبر ما بين العين الاماراتي وبين فريق ويلينغتون النيوزيلندي صاحب لقب بطوله اوكينوسيا، والقرعه دي اسفرت عن ان بطل افريقيا ان شاء الله هيكون النادي الاهلي باذن الله، هو اللي هيقابل اللي هيفوز من مباراه العين الاماراتي وفريق ويلينغتون النيوزيلندي يوم 15 ديسمبر. كمان تم تحديد أربع فرق بس من السبع فرق اللي هتشارك إن شاء الله في البطولة. العين الإماراتي هو بطل الدوري الإماراتي وصاحب الأرض طبعا، وكمان الفريق المكسيكي غوادالاخارا وده بطل الكونكاكاف، والفريق النيوزيلندي ويلينغتون، وريال مدريد الأسباني بطل أوروبا، وهيتبقى بس الكشف عن ثلاث فرق تانيين، بطل آسيا في 10 نوفمبر إن شاء الله، وبطل أفريقيا يوم 11 نوفمبر، وبطل الكابا وده هيكون 28 من نوفمبر. بالنسبة بقى للدوري المصري، نادي الأهلي طبعا ممثلا في مجلس إدارته أصدر امبارح بالليل بيان في منتهى القوة فيما يخص الأخطاء التحكيمية اللي حصلت في مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي المباراة الأخيرة. جاء النقص كالآتي: مجلس إدارة النادي الأهلي وهو يؤكد على تعاونه الصادق مع كافة عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعما للاستقرار وترسيخا لمبدأ المنافسة الشريفة، إذ يرفض المجلس وبشكل قاطع ما ارتكبوا طاقم التحكيم ومعاونوه من أخطاء فجة في مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري العام، والتي خرجت بشهادة كل الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت فريق النادي الأهلي من فوز مستحق بعد تجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني. مجلس إدارة النادي الأهلي لا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق نادي المشروعة، ويطالب اتحاد الكرة بوصفه القائم على شؤون اللعبة بالآتي: أولا، إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة واستبيان الحقيقة واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة. ثانيا، إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية. ثالثا، أن يتحمل اتحاد الكرة مسؤوليته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيق تقنية الفار الفيديو لمواكبة الكرة العالمية، وتطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف الفير بلاي اللي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لحماية المسابقة ونزاهة المسابقة. بيؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي على أنه هيحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة واتخاذ قرارات صارمة بتضمن العدالة ما بين الجميع، ولو بإسناد مباريات النادي الأهلي القادمة لحكام أجانب يتحمل فيها النادي الأهلي تكاليف الاستعانة بيهم على طبعا حساب النادي الأهلي. البيان ده طبعا بالفعل قوي جدا، بيان محترم جدا، هدفه الحفاظ على حقوق النادي الأهلي. بشكر طبعا مجلس إدارة نادينا الكبير على هذا البيان. هنناقش بقى الكلام ده واخبار تانية كتير خلال حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، وكمان هيكون ضيفنا النهارده الاستاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي. بالتاكيد هستنى برده مشاركتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وانستغرام، وكمان هنستنى مشاركتكم من خلال هاشتاج البرنامج كلام في الميديا. دلوقتي بقى هنبدا سريعا مع اهم العناوين.
بيان ناري من مجلس إدارة الأهلي ضد الأخطاء التحكيمية الفجة. في خطاب رسمي الأهلي يحدد 4 مطالب من اتحاد الكرة. عصام عبد الفتاح: نعم الأهلي تعرض لظلم تحكيمي أمام الإنتاج. الأهلي يواجه هورويال غيني 14 يوم سبتمبر و22 سبتمبر في ربع نهائي دوري الأبطال. تأجيل مباريات الأهلي أمام الداخلية والجونة وبيراميدز في الدوري. قرعة كأس العالم للأندية: بطل أفريقيا يواجه الفائز من العين وبلينغتون. رجال يد الأهلي يواجه سموحة في بطولة القاسم.